اسمي خادم للخدم، اسمي خادم. يا عزائي بولائي، انت دمي يا حسين، دمي يا حسين. السيرة الذاتية، آيات كاظم جاسم الكربلائي، تولد كربلاء 1968، متزوج ولي 6 أطفال. كتبت أول قصيدة في عام 1996. أول قصيدة كانت لي تجليبة كتبتها، أنا زينب الوادم تحلف بخدري. أقرب قصيدة إلى قلبي هي هلا هلا حسين وين بالسيوف مقطعينا، وأنشدها الملا علي يوسف في الحوزة العلمية في سوريا. أطول قصيدة هي تضمينية كانت، مستهلها لابن نصار، بقيت محيرة وصفك باليدين. وأقصر قصيدة أيضا تضمينية من التراث، هلا هلا حسين وين بالسيوف مقطعينا. غبت عني للمبدع الكبير عبد الرسول الخفاجي. ملهم الأول كاظم منظور رحمة الله عليه، كثير وأبرزها عن نهر طاح. هي هلا هلا حسين وين القصيدة التي أخذت دورها ومساحتها وكانت انطلاقة لي، هي هلا هلا حسين وين. اثنان هم أصحاب الفضل، اكتشف موهبة كاظم اثنان وهم أصحاب الفضل، ولا زالوا لحد الآن أصحاب فضل، وأدين لهم بالفضل الأول والأخير، هما مهدي هلال الكربلائي وفارس الوائلي. ثامر العارضي، أول رادود من قرأ لي القصائد ثامر العارضي. الرواديد القريبين إلى نفسي وإلى شعري هم علي يوسف الكربلائي وثامر العارضي. طرف المخيم أهلي وناسي ووجودي. سلاح الشعائر الحسينية. القلم ترجمان العقول. الأم كل شيء. عبد الرسول خفاجي عميد الشعراء في كربلاء، أخي وصديقي ومعلمي. حكمتي ما نقش على خاتم الحسين، حسبي الله لكل هم. اسمي خادم للخدم، اسمي خادم. يا عزائي بولائي، انت دمي يا حسين، دمي يا حسين.